أهلا بكم إلى قضية اليوم. دشن جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج اليوم أسبوع نقل المعرفة الذي يهدف إلى نقل خبرات الكوادر السودانية بالخارج برعاية وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر في إطار الاستفادة من الخبرات المهجرة في مختلف الأصعدة بمشاركة وزارات العدل، الزراعة والغابات والاستثمار، الصناعة بجانب البنك المركزي والقنصلية العامة للسودان بدبي والإمارات الشرقية. ويبحث الأسبوع خلال الأوراق المقدمة الأدوار المنتظرة للمصارف في السودان بعد رفع الحظر ورؤية المستقبلية للزراعة وسياسات وقانون الاستثمار في السودان بعد رفع الحظر. وفي ذات السياق أكد نائب الأمين العام لجهاز المغتربين عبد الرحمن سيد أحمد أن الفترة الماضية شهدت حراكا واسعا بعد رفع الحظر، مما يتطلب زيادة الاهتمام بقضية نقل المعرفة وبحث تحديات التشريعات الوطنية وسن قانون لنقل التكنولوجيا والاستفادة من مدخرات المغتربين في تمويل مشروعات التنمية الصناعية. الحمد لله اليوم دشنا أسبوع برنامج نقل المعرفة، وبرنامج ضخم جدا من برامج الجهاز، معني بقضية نقل المعرفة من الخارج في إطار اقتصادات الهجرة. وقطعا نقل المعرفة من الخارج والمعارف الموجودة برا بيساهم مساهمة كبيرة جدا، يمكن أكبر من جذب المدخرات برضو في أنه يحصل نوع من التطوير للاقتصاد السوداني. نقل المعرفة في الصناعة، نقل المعرفة في الزراعة، نقل المعرفة في المعلوماتية، دي كلها ده برنامج جديد. الورشة اليوم اللي حتبدأ، وبدينا بالحقيقة اخترنا مجموعة نماذج من ورش مربوطة برفع الحظر الاقتصادي، لأنه المرحلة الجاية مرحلة بناء، وقطعا البناء بيطلب أنه تختار الأساس القوي لهذه المسألة، ومن ضمنها الورشة الأولى تتعلق بالمصارف ودورة بعد في المرحلة القادمة. وينظم جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج أسبوع نقل المعرفة في الفترة من 7 إلى 13 من نوفمبر الجاري، ومن المنتظر أن يخرج بتوصيات تدعم توجه الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب. الأدوار المنتظرة للمصارف في السودان بعد رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي، كان هذا عنوان الورشة التي نظمتها إدارة نقل المعرفة بجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج بالتعاون مع مجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج في فاتحة أعمال أسبوع نقل المعرفة الذي ينظمه الجهاز. المهم جدا أنه تكون في سياسات واضحة جدا من قبل الدولة، وزارة المالية في إطار السياسات المالية، وبنك السودان في إطار السياسات النقدية للاستفادة من مناخ الانفتاح، وللعمل على الاستفادة من الانسياب التحويلات وتحجيم الارتفاع غير المعقول والارتفاع الذي يتم الآن في سعر أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة السودانية. وهدفت الورشة لتنوير ممثلي القطاع الحكومي والخاص بأهمية العمل على تطبيق الحلول المصرفية الرقمية للحاق بالنظام العالمي والعمل على تحسين صورة السودان في قائمة الدول عالية المخاطر. حسن صورة السودان في المرحلة المقبلة، تحسين صورة السودان في المرحلة المقبلة استمول لها تقييم المخاطر اللي ذكرناه. إذا ما نجحنا في تقييم المخاطر سواء كان على مستوى الدولة أو على مستوى القطاع المصرفي حتلاقينا مشكلة، ودي من أهم السياسات. البنك المركزي بدأ ما يليه، لكن في الأريا دي بالذات أنا بتكلم عن الدولة ما البنك المركزي، التقييم للدولة وليس لجهات الرقابة. ويبقى التحدي أمام البنوك والمصارف في السودان في تطبيق أنظمة الصيرفة الرقمية للاندماج في النظام العالمي بعد رفع الحظر وإدخال أنظمة حديثة لتقديم خدمات مصرفية متقدمة تقنيا. الأدوار المنتظرة للمصارف في مرحلة مع بعض الحظر رفع الحظر الاقتصادي هي تتمثل في ضرورة التوسع نحو فتح علاقات مصرفية خارجية مع البنوك المراطلة في خارج السودان، واللي هي كانت متواضعة جدا في ظل الحظر الاقتصادي. الأمر الثاني هو تفعيل التبادل التجاري بين السودان وبقية دول العالم الخارجي. ويهدف أسبوع نقل المعرفة الذي يجيء تحت شعار الحوار العلمي حول قضايا الوطن للاستفادة من خبرات الكوادر السودانية بالخارج لسن تشريع يعمل على حماية نقل المعرفة والتكنولوجيا لتحقيق الاستفادة القصوى
من هذا المحور. ولمواصلة هذا الموضوع إلقاء مزيد من الضوء عليه، اسمحوا لي أن نرحب الآن بضيفي عبر الهاتف دكتور كرارة التهامي، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج المغتربين. دكتور كرار، مرحبا بك في الحدث الاقتصادي. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور كرار، يعني الأسبوع الذي قمتم بتدشينه اليوم أسبوع نقل المعرفة، هذا الأسبوع يهدف إلى نقل خبرات الكوادر السودانية بالخارج. كيف تقومون بنقل خبرات سودانية تعمل خارج السودان؟ ما هي الآلية لتنفيذ ذلك؟ البرنامج نقل الخبرة برنامج قوي وبرنامج له فترة منذ أن بدأ في العمل في السودان، عبر بداية بالقوافل التدريبية ونقل الخبرة في خارج السودان إلى الداخل. وهذا البرنامج توج بأكثر من 4 أو 5 مؤتمرات تخصصية مهمة جدا، كان للإعلاميين، للعاملين في المنظمات الدولية والمستثمرين. ثم برنامج شامل ضم كل الخبرات والكفاءات بألوان طيف مهنية مختلفة. نعم. تم اختيار غوائل متخصصة وبدقة شديدة جدا لتمثيل المجموعة الكم الهائل من الخبراء السودانيين في الخارج. وكان فيه اهتمام من الدولة، توج بلقاء السيد الرئيس وبحضور السيد النائب الأول رئيس الوزراء في قاعة الصداقة، حيث افتتح هذا المؤتمر الكبير جدا. والمؤتمر تنزلت منه عدة مقترحات عملية حتى يستديم العمل ولا يصبح مجرد لقاء نظري واحد. وفعلا بعد ذلك بدأ الخبراء في التواصل مع البلاد بمختلف تخصصاتهم، مع الوزارات والمؤسسات المختلفة، مع الشركاء داخل الوطن. وهذا الأسبوع جاء ليجسد مشاريع ضخمة مستقبلية تعمل في مجال توطين العلاج، مجال تشجيع الاستثمارات المغتربين، مجال تعزيز الإدارة والجودة والنوعية في المجال الطبي والتدريب. وطبعا أبناء السودان في الخارج هم أعداد وفيرة جدا من الخبراء والمختصين، وناس أصحاب مقامات عالية جدا في المهن المختلفة. وأهم ما يميزهم استعدادهم القوي جدا للعمل داخل السودان، يعني جاءوا بدون شروط فيما يتعلق بالزمن أو بالاشتراطات التي يجب أن تتوفر لهم، وتواثقوا على هذا الجسم المهم جدا مجلس الخبراء والعلماء السودانيين في الخارج، واستجابوا لأي نداء لحاجة معرفية أو لتدريب أو لتطبيق مهني داخل السودان. المؤتمر واحد من وسائل النقل أننا أنشأنا محطة للفيديو كونفرنس في داخل جهاز المغتربين، وبدأنا نعدد المحطات الطرفية، بدأنا بدبي والآن في جنيف، وهنالك تواصل عبر الروابط بشكل مباشر. اليوم خاطب هذا اللقاء. ما مهمة هذه المحطات دكتور كرار، عفوا على المقاطعة، ما مهمة هذه المحطات الفيديو كونفرنس؟ ما هو المحتوى الذي ستقومون بالتواصل عبر هذه التقنية للاستفادة منه تحديدا؟ طبعا كل المجالات التي تعني المجتمع والدولة موجودة، هنالك 15 قطاع تخصصي في هذا المجلس، كل قطاع تخصصي في مجال المجالات التطبيقية أو الإنسانية عنده رسالة نحو الوطن يؤديها عبر هذه اللقاءات. خذ مثلا هذا التجمع الأربعة ورش الآن التي دشنا بها العمل، فيها عمل عن الجودة، عن الاستثمارات، وفيها حديث عن المعرفة والتقنية في القطاع الزراعي، وفيها نشاط عن العدل، مبادرة مجلس الوزراء مجلس الخبراء فيما يتعلق بالعدالة والحماية القانونية. من أي مجال لنا في الخبراء في الخارج بيأتي الفيديو كونفرنس، هي الوسيلة الفاعلة بدلا من أن نستجلب الناس من حال العالم بما في ذلك من كلفة مادية وزمنية. هناك اللقاء عبر الفيديو كونفرنس، اليوم تحدثنا الى دبي، تحدثنا الى جنيف مع البروفيسور صلاح منديل، والحديث اليوم كان عن المصرفيه بعد رفع العقوبات واستعداد المصارف. ونحن كمغتربين يلينا 3 جوانب، اولا حوافز المغتربين والمنتجات التي تعدها البنوك لاستقطاب مدخرات المغتربين في حاله يعني تكافؤ، او زي ما يقولوا وين وين سيتويشن، يستفيد المغترب، يستفيد المجتمع، يستفيد الاسره، وذلك من خلال تطوير هذه الاموال وضماناتها.
بأن يحصل المغترب على ما يقدمه بالعملة الصعبة أو بأي نقد يأخذ من البنك بنفس هذا النقد. فتناعش الأخوة في المصارف عن كل الإشكالات أو المعوقات التي يمكن العمل من أجل تذليلها وحلها في هذا المجتمع. نحن لا نكتفي بالنظرية والتوصيات، ولكن هنالك مجموعة عمل تواصل. نعم. دكتور كرار، لكن هذا الحديث يعني تحديدا فيما يخص الاستفادة من مدخرات المغتربين، قطعا كما ذكرت مدخرات المغتربين ستشكل إن نجحت هذه المهمة في جذبها ستشكل فارق كبير في الاقتصاد الوطني، ولكن إن قسنا هذا الأمر وقارناه بحديث بنك السودان المركزي اليوم مثلا كما ذكرنا قبل قليل أن السودان لا يزال ضمن قائمة الدول الأكثر مخاطرا في النظام المصرفي، ما الشيء الذي يمكن أن يقنع المغترب بأن يغامر بهذه الأموال التي دفع ضريبتها لعشرات السنوات؟ كيف تقومون بإقناع المغتربين أنتم؟ طبعا ممثل بنك السودان الأستاذ أتمة خيري ذكرت التحسن الكبير الذي طرى على تصنيف المصرفية السودانية، يعني حصل تحسن كبير جدا من ناحية الترتيب، من ناحية الشفافية، من ناحية وضع السودان في موضع متقدم جدا وسط الدول، خاصة المفارق بمجهود بذل خلال السنة الماضية وقبلها من أجل وضع أو تقديم صورة السودان حقيقية من الناحية المصرفية. هذا طبعا ليس له علاقة بتحويلات المغتربين، لأنه الآن انسابت وحصل الآن في توافق أو في اتصال على مواطنين في الخارج. عدة بنوك الآن تنسق فيما بينها مع بعضها البعض من أجل انسياب النقد الأجنبي إن كان من مغتربين أو غير مغتربين من الخارج إلى الداخل، بعد أن رفعت حواجز المحاصرة والمحاصرة الأمريكية، وبعد أن أفرج الأمر للمصارف حتى تستطيع أن تواصل رسالتها. فالمسألة منسابة الآن وسهلة وسهلة، بقيت هناك إجراءات تحتاج إلى إرادة مهنية، لا بد من إعطاء المغتربين الحافز الذي يعوض أي نقص في قيمة العملة. والدولة الحمد لله لها كثير من المنافع في الأراضي وفي الامتيازات والإعفاءات وفي التعليم والتأمين الطبي والسكن وأشياء كثيرة جدا تملكها الدولة لا يمتلكها سوق موازي، فقط تحتاج إلى ترتيب هذه الأمور بالشكل الذي لا يحدث أي تفلت، بعد ذلك تنساب إمكانات المغتربين بشكل طبيعي جدا زي ما في كثير من البلدان، بس تحتاج إلى تفهم أن اقتصاد الهجرة اقتصاد قوي جدا وكثير من الدول تتكي عليه وتجعله رافعا لاقتصادها العام، لاقتصادها الوطني. النجمة فعلا بشرت بذلك، وفي وفاق بين كل الفنيين حتى الذين كانوا متبذلين في فهم قيمة هذا الاقتصاد وقدرته على جر الاقتصاد الكلي إلى مناطق آمنة. دي إمكانيات بسهولة يمكن أن تسد العجز دون أن يخسر أي إنسان سلسا واحد، الذي يحول مستفيد والدولة المستلمة مستفيدة والمجتمع الذي يستثمر هذه الإمكانيات مستفيد. مجرد إرادة مهنية لوضع هذه الترتيبات في موضوع الحركة والعمل. دكتور كرار ابقى معنا، نواصل هذا الموضوع فاصل قصير ثم نعود ونواصل هذا الملف، ابقى معنا.